بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق على دعوتهم الكريمة لتسجيل هذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من سمعه وشاهده. وموضوعنا سيكون حول الاضطرابات التي يصاحبها الـ ADHD وفرط الحركة. هنالك مجموعة من الاضطرابات حقيقة يكون طبعا لن نستطيع أن نجملها كاملة كلها ونقول هذه الاضطرابات يصاحبها ADHD، لكن سنذكر تقريبا الأهم منها أو الذي يسعفنا الوقت في الحديث عنها. ولذلك الذي يستدعي طرح مثل هذا الموضوع هو جانبين. الجانب الأول أن هذه الاضطرابات غير متداولة أو غير معروفة لدى العامة أو لدى الناس في الوطن العربي. الأمر الآخر أنه هنالك اضطراب يكون مصاحبا للـ ADHD أو يكون يكون الـ ADHD مصاحبا له، وبالتالي هنا الخطة العلاجية تختلف. لأنه الآن عندما نريد أن نتحدث من أين نبدأ العلاج أو التشخيص، حتى هل نبدأ العلاج بالـ ADHD ثم الاضطراب الآخر الذي نقصده، أو كذلك التشخيص، أو نحن نبدأ بالاضطراب الذي يعني هو مصاحب للـ ADHD ثم نعود للعمل مع الـ ADHD، أو نعمل مع الاضطرابين كليهما. طبعا هذا يحدده طبيعة التشخيص للفريق التشخيصي الذي يتخذ القرار حول ما يمكن عمله. فربما نبدأ بعمل برنامج للـ ADHD في البداية، فرط الحركة وتشتت الانتباه، ثم ننتقل إلى يعني العمل في أو العمل مع الاضطراب الآخر. قد يجد الفريق المتخصص في التشخيص أنه لا بد من العمل مع الاضطراب لنتمكن من العمل الاضطراب الآخر، لنتمكن مع العمل مع الـ ADHD. وقد يرى كذلك الفريق أنه لا يمكن العمل مع الاضطرابين معا، أي بمعنى بناء برنامج موحد للاضطرابين أو برنامجين مختلفين. ولذلك هنا وطبعا وهذه الحالات تكون في العام في الغالب أصعب في تشخيصها، وأصعب كذلك في يعني تقديم العلاج لها، لأنها ستأخذ مجهودا كبيرا. هل يتحمل الطفل هذا المجهود؟ يعني احنا لا نقصد مجهودا بإعداد البرامج، لكن نقصد هل سيتحمل الطفل مجهود تنفيذ البرامج أو الخطة العلاجية معه المبنية على اضطرابين. هنا يعني يكون التقدير للفريق التشخيصي، والذي يفترض أن يحوي مجموعة من المتخصصين، من بينهم طبيب أعصاب ومتخصص في الـ ADHD ومتخصص في الاضطراب نفسه، الاضطراب الآخر الذي ربما أن يكون ديسلكسيا أو ديسبراكسيا أو ديسكالكوليت أو ديسكراف وغيرها من الاضطرابات الأخرى التي في الغالب، ونحن سنتحدث عن بعضها الآن، والتي في الغالب تكون مرتبطة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. من أكثر هذه الاضطرابات المرتبطة مع الـ ADHD هو الديسلكسيا، عسر القراءة. طبعا عسر القراءة ماذا نقصد به، أو ما هو عسر القراءة؟ عسر القراءة هو عدم القدرة على التمييز بين الأحرف والكلمات المتشابهة في أصواتها وفي صورها. هذه المشكلة في التمييز هي مشكلة، لا يوجد خلل في الدماغ، لكنها مشكلة في وظائف الدماغ أو في إدارة عملية التمييز في الدماغ، أي بمعنى في وظيفة بعض مناطق الدماغ، ولها يعني حيز كبير وانتشار واسع جدا حتى في الوطن العربي. ولذلك هذه المشكلة تتحول مع مرور الوقت إلى مشكلة سلوكية، تتمثل في قيام الطفل أو فقد الطفل الرغبة في التعلم، وبالتالي فقد الرغبة في المحاولة للتعلم، وبالتالي تتحول المسألة إلى مسألة تخمين
مما يظهر معه إبدال حروف وحذف حروف أخرى وقلب حروف أو كلمات كذلك. وبالتالي هنا تحدث المشكلة عند هؤلاء، يعني عندما يكون هذه طبيعة الاضطراب، خلل في وظائف الدماغ أو مشكلة في وظيفة الدماغ، وتصاحب هذه المشكلة فرط حركة وتشتت انتباه. هنا نقول أنه مجموعة من الاضطرابات أو مجموعة من المشاكل الصعبة حقيقة اجتمعت لدى طفل معين. لا يمكن بأي حال من الأحوال، نكون صادقين مع أنفسنا، أن نطلب من هذا الطفل أن يقوم بما قام به الطفل الطبيعي. الأشياء التي يمكن أن يقوم بها هي أقل في حد ذاتها، لكن قد يأتينا بعض الأطفال عنده القدرة. يختلفون الأطفال كما ذكرنا في اختلافات طبيعة العقل البشري وفروق الفردية، عنده القابلية للتعلم أكثر، وبالتالي نتيح له المجال. لكن أن نتيح له المجال للتعلم أكثر، معلومات أكثر، أشياء أكثر، مع متابعتنا له بخطة تربوية فردية، هذا جيد. لكن أن نجعل هنالك شيء لا بد أن نستهدفه ولا بد أن يصل إليه، نجد أننا يعني أمام تحدي كبير جدا، وهو مجموعة من الاضطرابات المعقدة والاحتياجات المعقدة يحتاج التعامل معها لنصل بالطفل إلى هذا الهدف. وبالتالي مع هؤلاء الأطفال ما نحدد الأهداف التي نريد أن نصل إليها كما نحددها مع الأطفال العاديين، لأن هذا مختلف تماما. الآن متطلباتنا يجب أن تكون أقل من الأشياء التي نطلبها بالنسبة للأطفال العاديين، لكن طبعا أقل في المدة الزمنية، بمعنى أنه يمكننا أن نصل لها لكن بفترة زمنية أطول، لأن الطفل نفسه لا يستطيع أن يقوم بمثل هذا المجهود، وقد يسبب يعني ضغطنا على الطفل في أحيان كثيرة قد يسبب مشاكل إضافية أيضا، بالإضافة إلى وجود اضطرابات، إن قد يصاب الطفل باكتئاب أو قد يصاب الطفل يعني بمشاكل نفسية أخرى. وبالتالي هنا نحاول أن ما نزيد المشاكل، بل نحدد الهدف الذي نريد أن نصل إليه ونتوقع من الطفل أنه يريد أن يصل إليه. أمر آخر، مساعدة الأطفال في حل الواجبات المنزلية لمثل هذه المشاكل ليست يعني لرفع معنوياتهم، لرفع مفهوم ذاتهم، هذا في حد ذاته علاج. ليس أمرا محرما أن نقوم بمساعدة أطفالنا داخل المنزل أو حتى في الفصل من قبل المعلمين حتى نشعرهم بالكفاءة، لأننا نقوم بالإضافة إلى معالجتنا لأشياء أخرى، نقوم أيضا برفع مفهوم الذات لديهم. الاضطراب الآخر يعني كما نشاهد في العرض أو الشريحة الموجودة أمامنا، ما تسمى باضطراب أو تسمى بالدسبراكسيا باللغة الإنجليزية، وهي صعوبة التآزر الحركي النمائي، ضعف في انسيابية الحركة، صعوبة في التآزر الحركي البصري. بالمناسبة هنالك فرق بين التآزر الحركي البصري والتآزر البصري الحركي، ولذلك هنا نأتي إلى صعوبة التآزر الحركي البصري. أيضا هنا عدم القدرة على تنظيم الحركات الدقيقة وغير الدقيقة، الحركات الكبيرة للجسم والحركات يعني مثلا حركة يعني حركة الأصابع بمرونة، هذه حركة صغيرة أو دقيقة، حركة كبيرة لحركة العضد عندما يريد الإنسان أن يكتب شيئا معينا على سبيل المثال. ولذلك في الصورة الموجودة في الشريحة الآن لو نشاهد مثلا هذا الرجل أو وقوف هذا الرجل، هذه الحركة يصعب على الأطفال الذين يعانون من الدسبراكسيا القيام بها لمشكلة في أو يواجهونها في مشكلة في التوازن. أيضا هذه المشكلة مرتبطة باضطراب فرط الحركة بالتأكيد، لأن حركات هؤلاء الأطفال في الغالب لا إرادية، وأيضا تشتت الانتباه، إلا أن هذا الاضطراب تحديدا يصعب حقيقة تشخيصه، يعني ممكن أن يحدث التشخيص لكنه بصعوبة كبيرة، لأننا لا نستطيع التمييز بين هل هو اضطراب فرط حركة أو أنها حركات مرتبطة بعدم التآزر الحركي النمائي، ولذلك يحتاج إلى متخصص بارع
جدا في القيام بمثل هذا التشخيص لمثل هؤلاء الأطفال. الأمر أو الاضطراب الآخر، طبعا هذا الاضطراب الديسبراكسيا انتشاره ليس مثل انتشار الديسلكسيا، انتشار الديسلكسيا عسر القراءة أكبر بكثير جدا من الاضطرابات الأخرى، لكن الديسبراكسيا ليس له انتشار واسع. عسر الكتابة ديس كالكوليت أيضا مشكلة من المشاكل التي يواجهها الأطفال، والتي قد تكون مصاحبة لإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وفيها عدم القدرة على التحكم بخطوات الكتابة. يعني عندما يريد أن يكتب مثلا حرف القاف مثلا، نبدأ من 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 البداية من فوق، ثم ننزل تحت، ثم نصل إلى النهاية، ثم نضع النقطتين. لا، هو خطوات الكتابة بالنسبة عنده تكون مضطربة، بمعنى أنه يبدأ من الأخير ثم يقوم بوضع رأس القاف بعد ذلك، ثم يضع النقطتين، وربما يضع النقطتين قبل حتى أن يكتب القاف. ولذلك الخطوات ترتيب الكتابة عنده ما هي بخطوات مرتبة. كذلك عنده مشكلة في التآزر البصري الحركي عكس الديسبراكسيا. الديسبراكسيا كان تآزر حركي بصري، وهنا تآزر بصري حركي، بمعنى أنه البصر يؤازر الحركة. أيضا بالنسبة لهؤلاء كذلك يواجهون قصور في التعبير عن الأفكار عن طريق الكتابة، يعني يفضلون عادة الحديث يعني بدلا من الكتابة، لأنهم يواجهون أو يجدون صعوبة في الكتابة، مشكلة في الكتابة. فبالتالي كل من هو يعاني من العسر من الاضطرابات التي ذكرتها، الخلل يكمن في وظيفة الدماغ. طبعا يختلف أيضا عن لما نقول عسر قراءة عن صعوبة قراءة. صعوبة قراءة نقص معرفي. عسر الحساب ديسكالكوليت، وهو آخر اضطراب نريد الحديث عنه، طبعا صعوبة في معالجة المعلومات الرقمية، صعوبة في تعلم الحقائق الحسابية، صعوبة في إدارة العمليات الحسابية بطلاقة، بطء في استيعاب المنطق الرياضي، صعوبة في استيعاب مدلولات الرموز الرياضية، صعوبة في معالجة المعلومات الرقمية، يعني ما يميز بين 7 و8، صعوبة في تعلم الحقائق الحسابية، يعني ما يعرف لماذا يتضاعف، لأن لا يقتنع لماذا يتضاعف الرقم في مرحلة الضرب لما نقول مثلا 4 ضرب 4، أو لماذا الصفر ليس له قيمة عندما يكون على اليمين أو يكون وننقله على العفو عندما يكون على اليسار ويكون له قيمة عندما يكون على اليمين، وقس على ذلك ما تقيس، لماذا في اختلاف مكان الصفر، ولماذا نقول هذا الصفر معناته لا شيء وهو يوجد نقطة. هنا صعوبة في تعلم الحقائق الحسابية، يجد صعوبة، لديه قناعات معينة، لديه أشياء معينة يحتاج يعني أن يعالج. صعوبة في إدارة العمليات الحسابية بطلاقة، يعني بسرعة، يعني بطريقة مجردة، بتفكير مجرد. هنالك ما يسمى التفكير المحسوس وهنالك ما يسمى التفكير المجرد. التفكير المحسوس أن أحضر 4 أقلام وأقول أمام وضعها أمام وأقول أنقص منها رقم قلمين، فبالتالي يأخذ القلمين ويبعدهما، هذا هو المحسوس. لكن غير المحسوس هو أن أطلب منه أن يقوم بالعملية الحسابية بدون أن يكون لديه أي وسيلة مساعدة. وبالتالي هنا نجد أن هؤلاء يواجهون مشكلة في هذا الجانب. بطء في استيعاب المنطق الرياضي، صعوبة في استيعاب مدلولات الرموز الرياضية. مدلولات الرموز الرياضية أنه يعني الضرب يعتقد أنها في بعض الأحيان يضعها جمع، والجمع يضعها في مكان الضرب. القسمة أحيانا يعتقد أنها ناقص أو تشير إلى عمليات الطرح، وكذلك أيضا الطرح كذلك أكبر من وأصغر من. أكبر ما يواجهه هؤلاء الأطفال من مشكلة أنه من هو الأكبر ومن هو الأصغر، وقس على ذلك ما تقيسه. هذا بالنسبة لي بعض الاضطرابات المصاحبة أشرنا إليها إشارة سريعة، وإن شاء الله يكون لنا في القادم بإذن الله حديثا موسعا حول كل اضطراب بشكل أكثر توسعا بطريقة علاجه، وكذلك طريقة التعامل معه، وطريقة التعرف عليه وخصائصه بشكل أكبر.
ولذلك أردنا أن نشير إليها إشارة ليعرف الجميع أن قد يعاني الطفل من ديسبراكسيا، قد يعاني الطفل من ديسلكسيا، قد يعاني الطفل من ديسكراف، قد يعاني الطفل من ديسكالكوليت، بالإضافة إلى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. تضيع مجهوداتنا، ونحن نعمل مع مع الأطفال بفرط حركة وتشتت انتباه، وهنالك اضطراب آخر يحتاج إلى علاج. ولذلك أنا الحقيقة أيضا أنقل رسالتي إلى أنه الاهتمام بمثل هذه الاضطرابات سيساعد كثيرا في تقدم برامج الـ ADHD بشكل كبير جدا، يعني للأطفال الذين يواجهون مثل هذه المشاكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.